خمسة شجر مدفوع على الحب. ايوه واو ليه؟ هذا القانون على الكل يعني؟ على الكل. ليش مش بالبلدية هذا؟ اه ما تاخذ انت وفد كمان. شوف طيب بدك تدخل بدك تدخل اختصر علي الطريق بدك تدخل ولا لا؟ اه اعطيني خمسة شجر. اه ليش اعطيك خمسة؟ طيب ماشي بدي اشوف كيف بدك تطلع. ماشي ماشي بدي افكر عليك. حد يدخل؟ توكل على الله. اعطيني خمسة. ايه اطلع من راسي انت الثاني انا بعد فاش من جيبتي. ليش؟ قرأت الورقة هاي؟ اه؟ قرأت اه. اه. طيب. بدك تدفع؟ ليش؟ ليش؟ حر قلبي. ليش بدك تدفع؟ حر علامة خفيفة استعملتهم يا عمي. فلوسه؟ انا بدي اعرف. 10 سنين. 10 سنين. هذا قانون شفت انا وبيت لحم نفس الشيء. الاردن. حاضر لي الدبسين، حاضر لي الدبسين. حياك الله يخليك. لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلبنا وعالماشي اضحك شوي وبنضحكك نعطيك المقلب على قدك انت بس ضل صاحي. جهز لمين في الدبسة يا سيدي؟ لمين؟ 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 هيت على الارض مالك كثير مشاق هات النمره هيت على الارض بقول لك طب هذه نمرتنا هيت على الارض مرميه كان على اصحاب يا على الارض مرميه بقول لك بقول لك على الارض مرميه والمفاق على الارض مرميه ليش امك في ايدك بقول لك ليت على الارض مرميه ليش في ايدك ليت على الارض مرميه ليش على الارض كانت مرميه ايوه تعيس ليش هذا شرايب هي على الارض يا عمي شوف الكاميرات تعال تعال شوف الكاميرات هي امي هي امي الكاميرات كل عام وانتم بخير يا عمي رمضان كريم وطبعا عملنا فيكم الكاميرا الخفيه على راسي احلى عائله انا بعرف لك السؤال وجواب انا بعرف لك السؤال وجواب لحظه يا شباب شباب اهدى يا شباب هو بسألك انت يا عمي هو بسألك انت يا عمي هو بيسألني انا ولا انت بيسألني انا ولا انت بيسألني انا ولا انت تعرف عليك من جد الايمر من الخليل ايش من جد الايمر من الخليل اهلا وسهلا حياك الله شو شعورك لما ربحت 400 والله كيفت ما اقدرش اجاوب سؤال الي وجواب الي سؤال الي وجواب الي انت بتعرف الجواب اه طبعا بعرف الجواب وين في ريحه شو وين الجواب يعني ما احنا احنا اولاد صغار روحنا على الريحه يا حبيبي فرجونا اياه وروحنا على سياره يا حبيبي هذا جواب الي هذا جواب الي سؤال الي بسالني انا قاعد روح 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 جيب لي الشرطه لا ما تجيبش الشرطه طول بقى اهدى انا سالته سالتني انت حلو ليش جاوب طب لو 200 شيكل لك 200 شيكل له بكره في الليل بكره في الليل
وين بكره في الليل؟ بكره في الليل بيجي هون الساعه 11 بالليل. ما فيش شيء اسمه يا حبيبي. انت قلت اول شيء انت سالتني شركه. اسمع على شو السلام. اكثر صلاه النبي. السلام علينا النبي. اعطيني 200 وخذ. والله بلاقي بس افتحنا استديو. افتحنا استديو. افحروا يا شباب افحروا. شغل هات الوصله اشبك الوصله هون. تحكي مع الحاج. الحاج الو ايوه جوا جوا المحل يبحر ولا شيء ما ينفعش ولا شيء. وقتي مش معاي. انا وقتي مش معاك وقتك تروح برضه ما بعرفش لازم ابحر. فيش مجال ما فيش مجال. انا ادم عرفت الشغله. ولا تبحر لا 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 فيش مجال لازم ابحر. ما ينفعش ما بينفع ما بينفع ما بينفع. محمد اشرف 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 انا حكيت مع الحاج. حكيت مع الحاج. تحكي مع الحاج. اهدى شوي 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 اهدى سكرت علي يعني هتخسرني يعني. لا بنحكي حكي حكي. طيب احكي مع الحاج تلفون قول له بدهم يبحروا انا بدي شبحه. احكي معه. انا والله بلاطه. اسمع طول بالك طول بالك شوي طول بالك شوي. هدية هدية بس نتفاهم معه. احكي مع الحاج انا لازم تعال انت وجيب الشرطه معك. انا عليك لازم احفار. احزن وانا يا زلمه روح لقطه. انا تعرفوش هذا طيب شباب رمضان له طابع خاص. يا زلمه روح له اعمله. لا تقول لي كاني ولا ماني طول لي بالك ثواني مقلبنا وعالماشي اضحك شوي وبنضحكك نعطيك المقلب على قدك انت بس ضل صاحي برنامجنا كوميدي وهادف برنامج كاميرا خافية برنامج لايق لي شوفوا ركز فرفش وصحصح معنا انت بس بتنعنش لا يوقع مقلب فيك. اي حبيبي جيب لي تلفوني. يا عمي جيب لي تلفوني. جيب لي تلفوني مصلي على النبي. انا عزيز. انا انت شحت مني تلفوني جيب لي اياه. يا عمي على عيني وراسي على عيني وراسي. خلاص انا سكرت معي معلش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا بتبعك معروف. جيب لي تلفوني. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. خلاص مشي لك واحد يا حاج. ايه لك واحد يا حاج. انا بستنى بمكالمه. وين تلفوني وين شريحتي؟ مشي لك واحد. ايه شوف له دور له على شريحته. شوف له هات لي اياه. دور له على الشريحه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قعد التلفون من يحكي مكالمة خبطه في الأرض مش مبين. ممكن يجيب التلفون. خلاص سكرت معي بجيب له واحد. هقيت له واحد. هقيت شو تلفون؟ هقيت تلفوني كشاف. تلفوني كشاف ومسلكني. تلفوني كشاف ومسلكني. كشف يا لي. تعال لمين بتشتغل؟ اعطيني التلفون. تعال اعطيني التلفون. ايه تفضل يا عم شو مالك؟ شو بدك؟ تلفون بنجيب له تلفون خلص. يا عمي بنجيب له تلفون خلص بنجيب له تلفون. بقول لك خلص اختصر. لا يا مزعج. يلا توكل على الله. بس اعطيني انت. توكل على الله بقول لك خلص خلي الواحد في عقله. يعني ما بينفعش هذا يذبحها. نمرق خبر اخيرا تهب. لا يا زلمه. طلع الاولاد شو سووا فيها. طلع. روح يا زلمه من الناس. طلع شو سووا فيها الاولاد. خدها غاد روح روقي مع المحل الشارع انا واقف روح غاد يا عم من الشارع طب ليش معصر خلص روح طب ليش معصر في الشارع طب يا عم روح غاد الشارع طب انا في الشارع واقف خلص يا عم روح على اربع ليك طب هاد يا عم ليش معصر روح يا عم ايمن الحمار من هون اه هاد بلش نصرف روح من هون هاد انا بحكي مع الحاج انا بحكي مع الحاج ترى تسمع من الحاج اه يا عمي فكرنا هبايل اهدى يا عمي روح يا عم من الفريج ده في صغير شو هو هذا روح هذا روح يا عم روح تدفس الروح تدفس الروح برجلها يا عمي روح من هون يا عم بس تدفس روح برجلها يا عمي مش حرام علينا مش حرام طب خذها يا عم من هون طلع الاولاد شو يسووا فيها طلع طلع الاولاد شو يسووا فيها هذا حرام ولا مش حرام
لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج حاج احكي مع الحاج كلمة، تعال أقول لك كلمة يا حاج، تحكي لك كلمة. صلي على النبي، صلي على النبي. أنا بس صلي له على النبي. اسمع بديش كتبت بار، أنا بس صلي له على النبي. اسحب حالك وروح معي. أنا بدي أروح، بديش ولا أسمع منك ولا إشي. بحكي لك كلمة بس على رأسي، بس بدي أحكي كلمة للحاج. كلمة بحكي لك. خلص خلص خلص.